مرحبتين بكم أعزائي المشاهدين، يومكم طيب ونظاركم أطيب. اليوم عندنا في أكلات مهجدة وصفتين حلوات ودسمات شوية. في عندي الحلو اللي هو كيكة الكوكيز بالنوتيلا، وفي عندي طاجين البامية باللحم. بالنسبة لكيكة الكوكيز اللي حنبدو بها لأنها طبعا تاخذ وقت، دارت تكي ضجة الأيام اللي فاتت وقعدت ترند، يعني من كثرة ما الناس قد يديروا فيها، وصار هناك شوية اختلافات ما بين الطواجين. لما نكبروا المقدار في الطاجين تطلع واطية، ولما نصغروا الطاجين تعلى، فيعني كل واحد يدير فيها بشكل. بس أنا نفضل أن هي المقدار الواجد يجي في طاجين، يعني لو طاجيني كبير ندير مقدار واجد باش تطلع لي عالية، لو طلعت واطية ما تطلعش حلوة. هي طبعا شويه هيك فيها شويه شغل، بس يعني كويسه ان شاء الله حيصير منها. وهذه يا مروه حنقروا عليها آية الكرسي والمعوذات والفاتحه. كيكة الكوكيز شويه هيك متعبه. المهم عندي هنا الطنجره الصينيه اللي بنستخدمها، وهي هذا طاجينها طاجين تشيز كيك اللي ينفتح. حناخذه اول حاجه ندهن شويه من الاجناب. انا استخدمت لها ورق زبده من تحت بس علشان يعني ما تلصقش معايا، على حسب الطاجين، لو الطاجين ما يلصقش ما فيش داعي تحطوا له حاجه. تمام، ناخذ اول حاجه نحط الزبده. عندي هنا كوب الا ربع زبده كريميه، وفي عندي كوب سكر ابيض، حينزل طبعا معانا المقادير. كوب سكر ابيض عادي حرش يعني مش ناعم، وفي عندي كوب الا ربع سكر اسمر، هي طبعا حلاوتها بالسكر الاسمر. وفي الفانيليا حنحطهم مع بعضهم. ناخذ بالسباتيولا هيك نبدا نحرك فيها. هي ما تبيش عجن واجد باش ما تفصلش الزبده بتاعها. دسمة طبعا طرف واحد يكفي، بس ما شاء الله عليها حلوة خاصة انها بالنوتيلا. لعند ما تذوب معايا الزبدة والسكر يعني يمتزجن، مش لازم يذوبن يذوبن، لان مازال حنحط الدحي. حنشتغلها ونحكي على المقادير. تو حتى في الكافيهات يديروا فيها، قبل كانت بشكوت لكن توا طلعوا منها كيكة. نقدر نديروها حتى في الأطباق الصغيرات، تجينا كيكة صغيرة يعني كأنها كب كيك أو ميني كيك، تجي حلوة بصراحة في المناسبات. هذه في رمضان حتندار بروحها نحس فيها، لأنها دسمة فمش محتاجة أني أنا مثلا ندير معها حاجة أخرى. وتدفي في الشتاء لان كلها نوتيلا وسكر. لو تبوا تديروها بالخلاط عادي تجي بالخلاط، بس انا نفضل بالسباتيولا احسن. الزبده كيف ما تحبوا، اي نوع انتم تحبوه. ما اعتقدش بالزيت تجي كويسه. خلينا نحط لها توا بالدحيه بيكربونات الصوديوم فيها، وفيها بيكنج بودر. بيكربونات الصوديوم نص كشيك بس ما تكثروش. البيض على حسب البيض متاعكم، لو كبير 4 ولو صغير زيدوا خلوها 5. شفتيها سمحة. قالوا لي طريقتك حلوة مروة، قالت لي طريقتك حلوة في كيف تكسري في البيض. ما قلت لك نحن هذه بنقروا عليها تو المعوذات وال... نحرك تو الدحي. حطينا الفانيليا، اللي يسمعها مثلا كيكة الكوكيز يحسبها كيكة، هي مش كيكة، هي ماسكة شوية بشكوت. هنحوضوا هذين هكي من حدايا.
كويس. ونبدأ شوية بشوية ننزل الدقيق. دقيق بالتدريج. هي تاخذ عجنة بسيطة يعني بالإيد، مش مثلا ما تعجنوهاش بالكل. تقعدوا أغلب الناس في مناسباتهم يطلبوا فيها هي أكثر من الكيكات العاديات، بالذات مع القهوة حلوة. اوكي تمام، حنزيد أخرى. هنا نص كشيك بيكربونات صوديوم وكشيك بيكنج بودر. بالنسبة للدقيق تاخذ تقريبا 4 كبابي. لو بتديروا الطاجين أصغر من هيك يعني 8 المقاس نتاعها، ديروا نص المقدار، مش تطلع عالية، لكن نص المقدار في طاجين زي هذا حتطلع واطية ورقيقة هيك ومش حتطلع حلوة يعني. الوصفة هذه من فترة عطيتها لوحدة صديقتي ودرتها وطلعت معها كويسة. في موجودة على يوتيوب، في شيفات وجدين داروها، في يعني في مقادير مختلفة مش كلهن زي بعضهن. على حسب الدقيق حطوا انتو حداكم 4، وشوفوا نزلوا بشواش بشواش. بدأت تمسك شوية شوية. هي كل ما تقعد شوية كل ما تبدأ الدقيق يمتص يعني الزبدة وال... هنزيدها شوية. في أنا هنا عندي دقيق هنزيدها أخرى، حاجة بسيطة يعني مش واجد، مش نضمن إن هي يعني أوكي الملمس بتاعها اللي هو ملمس البشكوط هيك مازالت رطبة. كنا نديره في البشكوط. ايوه هيك تمام. هناخذ نحط لها الشوكولاته بتاعها. الشوكولاته نحط جزء جوا فيها وجزء من برا. زي ما قلت لكم الشوكولاته كيف ما تحبوا، انا واخذه هذه كبيره شويه. هنحركها هيك، افتو تلصق لي هنا وتقعد قصه. خلوني نحركها بهذا احسن. طبعا نخلطوها. في بعض من الشيفات يحطوها في الفريز شويه
يعني هيك منين تمسك وتاخذ القوام. وفي عادي في اللي يحط فيها دغري يحطوها يعني ويشتغلوا بها عادي يعني. هيك تمام القوام. الشوكولاتة أنواع، في اللي تقد صغيرة واجد، في اللي تقد كبيرة، في كيف ما يعني كيف ما تحبوا. هنقسمها جزئين، هناخذ الجزء اللي لوطة هنشوفوا كيف نبي ننزلو. نرفعوها بعدين من الأجناب بشكل دير لي كيف تشيز كيك يعني، كأنها مش تمسك الشوكولاتة عشان ما تسيحش. عادي لو حسيتوا ان الطاجين مثلا كبير وما تقدروش تديوها الحركة هذه اللي فوق خلوها عادي طبقتين تجي، بالذات لما كنا نحن يعني بناكلوها بروحنا في الحوش مش عادي يعني ما تضرش. أنا لأن أنا الاستوديو عندي حامي شوية حرارة فمازال مش ماسك، بس إن شاء الله تمام أموره. هنحط الشوكولاتة في اللي يدير فيها بالفستق، بكريمة الفستق يحط يعني داخل كريمة فستق يحطوها من جوا ومن فوق يرشوا شوكولاتة فستق تجي حتى تجي حلوة، وباللوتس حتى هي تجي كيف ما انتو تحبوا. بالنسبة للزينة والشن محشية من جوا هذه كلها أذواق. أيوة بالنسبة لمروة تحب الشوكولاتة، حتى نارا النوتيلا ما نحكي لكش. الشوكولاتة السايحة بصفة عامة لكن تقدروا تديروا اللي انتوا تحبوا تديروه. هكي كلها حطيناها تمام. زي ما قلت لكم انا لانها سايحه شويه عندي، هي في فكره انا ديما ندير فيها نحط ورق الزبده ونحط الطبقه اللي ما زالت فاضله عندي ونفتحها وبعدين ننزلها. فانا تو نشوف اذا كان يعني صار منها، لو حسيتوها لان من حراره المطبخ وانتم مثلا تشتغلوا ما زالت مش ماسكه عادي راهو تقدروا تحطوها زي ما قلت لكم في الثلاجه وتردوا اخرى تطلعوها وتستخدموها. آه تمام هيك. حلوه نبدأ نفتحوا فيها، تقدروا تديروا ورقتين وتفتحوها بالزراب هذه لما تطلعوها من الثلاجه تحسوها ما زالت ماسكه شويه تحطوها وتحطوا فوقها ورقه زبده وتفتحوها بالزرابه. تقريبا هيك ننزلها بشواش لو كانت في الثلاجة كانت حتنزل منكم طبقة واحدة لأنها ماسكة، بس عادي يعني مش مشكلة هي حتلم بعدها بروحها. أيوة هكي تمام. شفتوها هكي نرفعوها شوية زي ما قلت لكم لو حسيتوا ان الطاجين شوي اكبر من المقدار حتطلع واطيه. ناخذ توا الشوكولاته نرشها عليها كلها
وشنو ندير لها؟ نبدا نضغط فيها، ننزلها تحت شويه باش تخش، يعني ما تقعدش طلعت لي. هيك تمام، تقريبا تاخذ 40 دقيقة في الفرن. أول حاجة نحطوها من لوطة، وبعدين نفتحوا عليها شوية من فوق تحميرة بسيطة من لوطة وفرارة. هي ميزة الفرارة يعني تخليها تطيب بسرعة، توزع الحرارة في الفرن.230 درجة الحرارة لمدة 40 دقيقة. حنطلع توا فاصل على السريع ونجو نشوفوا طاجين البامية شنو يصير فيه، على ما انا لميت المطبخ نتاعي، ما تمشوش بعيد. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وحطينا كيكه الكوكيز في الفرن اللي عند ما تطيب، وتوا نبدو مع بعضنا نديروا طاجين الباميه. طبعا طاجين الباميه هو مصري، اعتقد انه هو من مصر، لان الطواجن هذين مشهورين بهم المصريين اكثر، وحتى يعني شويه هيك في المغرب يحبوها بكل في مصر. طاجن الباميه غالي عليه. حطيت هنا شويه زيت زيتون وشويه زيت عادي، زيت زيتون حلو فيها، وحنحطه هنا. عندنا بصلتين كبار، هنا الاولاد حنحطهن، ما حطيتلهاش بصراحه ثوم لان لحم ما حبيتش انه يكون فيها ثوم. هنخليها تقلي. فيها بصلتين كبار، تحب البصل هي بصراحه الباميه. وفي عندي هنا هي طماطم الصلصه، الطماطم الأخضر المعجون. وبالنسبة للبهارات فيها الحرارات، وفيها الفلفل الأكحل والبزار والملح والفلفل الأحمر وشوية زنجبيل. هذين هنا مكوناتها. وفي عندي هنا معدنوس للزينة والبامية طبعا، يا أما نديروها مجمدة يا أما نديروها خضرة، كيف ما أنتم تحبوا. هي الفكرة متاعتها أني أنا نحطها على النار وبعدين نستخدم الطاجين متاعها. أوريكم الشكل متاعها، قاعد انا قربته. ايوه هو هذا طاجينها، او اي نوع يعني طاجين انتم تحبوا تديروا، القزاز او الفخار زي ما انتم تحبوا. يعني انا اليوم مستخدمه الطاجين هذا، يعني نطيبها ونكمل عقاب الطياب متاعها في الفرن. لفوها بقزير او اذا كان هو عنده مغطى كيف ما انتم تحبوا. نحن عادة البامية بتاعتنا في ليبيا تالي، حتى في تونس ومش عارفة الدول الأخرى يديروا فيها طبيخة بامية عادية يعني، لكن في الطاجين تجي حلوة بصراحة. هنحط اللحم متاعي هنا، لحم خروف، تقدروا تديروها بأي حاجة أنتوا تبوها، بدجاج، بلحم. خليها تقلي ونبدأ نحط البهارات زي ما قلنا، حرارات وبزار أو كركم وفلفل حمر. نديروها حارة شوية، زنجبيل، شوية فلفل أكحل وملح. أنا عادة الملح ما نحطش فيه مع اللحم، نحط فيه بعدين لأن الملح يخليها تعصي شوية معايا. ما ندير لهاش في مرقه لان طبعا اللحم نتاعها حيطلع المرقه. بدات تطلع في النكهه نتاعها. احنا في ليبيا نتميزوا بالحرارات نتاعنا هذينا،
فيهن يعني ريحه غريبه وجدين سالوني عليها، مختلفات شويه على التابل التونسي وعلى السبع بهارات المغربيات. يعني وجدين يسالوا فيا شنو البهار الحرارات نتاعاتكم. في بعض من الدول يكثروا في القرنفل ويكثروا في القرفه، نحنا لا، نحنا قرفه وحبهان اعتقد وشيبه وعود اللحم زنجبيل وجوزة الطيب، يعني متوازيات المقادير متاعها، ما فيهاش فلفل حمر وما فيهاش بزار. هو عود اللحم أكتر حاجة طالقة عليها. تو حناخذ الطماطم متاعي، طماطم الصلصة، في اللي يشوف انها هي دسمة شوية في رمضان يحسها ثقيلة، بس ممكن كطاجين تجي مختلفة وتجي يعني كويسة. وحنحط الطماطم متاعي المعصور، طبعا انا لان اللحم متاعي صغير مش كبير والباميه مجمده، فانا شن حندير، حنحطها كلها على بعضها ونبللها. عاده اللحم صغير راهو ما يحيرش الطياب متاعها، بالذات كان هو هكا 6 شهور، يعني ما ياخذش اكثر من ساعه. حطوا البامية، أنا البامية بتاعتي هنا مجمدة، خنحط لها مية باش تفك معايا باش نحط الصوص بتاعها صلصتها، يعني التبليلة بتاعها. كي تمام بدأت الريحة تطلع. نخلي عليها عالية، نقرب الطاجين حدايا. تو شن حندير لها؟ هنغطيها ونخليها تطبخ. خلينا نفترضوا اني انا بنحطها ساعة كاملة، حنحطها نص ساعة على الغاز ونكمل النص الساعة الثانية في الفرن. علي ما طلعت كيكتي هندخلها هي في الكوشة، وانتلاقوا بعد الفاصل، ما تمشوش بعيد. رجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، وأطباقنا جهزات. طاجين البامية في الفرن، وعندي هنا كيكة الكوكيز، وزي ما قلت لكم البامية يكمل طيابها في الفرن. وهذه هي إذا كان الكاميرا جايبتها، بالفلفل وباللحم ما شاء الله عليها. حنزينها شوية بالمعدنوس أو الكسبر اللي عندكم اللي أنتم تحبوه، أنا هنا ديرة شوية خليط هكاهي مع المعدنوس والكسبر. وهذه عندي كيكة الكوكيز، هنقصها. هي كيكة الكوكيز حلاوتها دافية، تجي هيك سايحة، نوتيلا من جوا طبعا، نوتيلا أو أي نوع حلو أنتو تحبوه. يعني مش منبيهاش تنكسر لي. أنا في عندي الطرف الآخر أحسن بلكي، نطلعها حتى هيك هاي مش تشوفوها بس من جوا شن شكلها. شفتوها؟ هاي النوتيلا سايحه
نازله هيك عليها. صراحه مش عاديه. واضح الموضوع. وهذين اطباقي اليوم، طاجين الباميه، يا ريتكم تجربوه وتشوفوه كيف هو حلو ومختلف شويه، عاده احنا نديروا فيه طبيخه. كملت معاكم اليوم اعزائي المشاهدين، من هنا لعند ما اشوفكم الحلقه الجايه، كونوا بخير.